إياكم من له عرف بآسيا، من له عرف مع أبطال. تقدم كاريو، يتقدم محمد قاسم، يبحث عن العرضية، العرضية والثانية الثاني يحاول الآن القادسية منفصلا إلى آخر. يحمر كاريو، طالت من أمامه لجليدان، محمد قاسم بتشوف خلاص القادسية يقول لك هذا الوقت أنا أجهد، أنا سجلت، خليني خلاص أستلم الكورة في خارطة النموذج. لم يستقطب أي لاعب، الحارس الوحيد. وقبل بداية هذه المباراة ريو هاندز يونس أبو ثلاث نقاط، التعاون في الجولة الأولى بالثلاث نقاط، بالثلاث نقاط هو الأقرب وهو الذي خلاص يبدأ أن يريح خلاص بهذا التعب، بهذا الجهد، بهذه الأجواء. يريد أن واللاعبين الجدد عين الجماهير القدساوية من أول دقيقة، صوتها من أول دقيقة. كاريو شوف ما شاء الله.